بنت الزفت اللي اسمها منال دي كلفتنا في 3 أيام اللي وحيد ابنك ما جابوش في 3 شهور. خلاص بقى ننسى البت دي خالص بقى ونشوف لنا سكة تانية. بعد ايه ياما؟ بعد ما اتعلمت الطبخ انت عمرك في حياتك شفتيني دخلت المطبخ ولا عملت حتى كوباية شاي؟ لا يا حبيبي لا. ياما دي باخينا ابوك لعمر ما شفته في حياتي، دي ما بتصرفش مليم، معاها بوك صغير كده ما بتفتحوش، اقسم بالله البوك ده جاب لي فرسة. خلاص يا حبيبي. خلاص يا يابا، هو ايه اللي خلاص؟ انت مش قلت لي ارمي الشبك وخليك صياد؟ انا مش محمد رشدي يابا، انا اتقرطصت. يعني انت شايفني محمد قديم؟ خلاص. طب والعمل؟ اننا ننسى البت دي خالص بقى واللي كان. ننساها ازاي ياما؟ ده انا صرف على الباب بس النهارده بتاع 15,000 جنيه، انا هاخد فلوسي منها مليم مليم. البت دي مش هيطلع منها فلوس الا لما تطلع روحها. لا هروح لها وهاخد فلوسي واللي تعمله تعمله بقى. وحيد وحيد، استغفر الله العظيم يا رب. طب مكتوب لنا فين ده؟ خلاص يا ابو وحيد، الظاهر ان احنا ملناش نصيب في عمرة السنة دي. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه لا، هي ممكن تروح مننا في اي لحظة، صدقني القلب بايظ خالص، محتاجة قلب جديد. اللي انت بتقوله ده مسكنات. انا مش استاذ بس، انا استاذ دكتور. لا 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 صدقني صدق، ما هو اللي انت بتقوله ده لو عملناها هترجع الحالة اكتر من الاول وممكن تبهدل الدنيا. شوف يا علي، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. قول يا رب. دكتور طمني، في ايه؟ مش هخبي عليك، الحالة صعبة، بس قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. يسمع من بقك ربنا. الو. ايوه بابا، هقولك على خبر ب50 مليون جنيه. منال عندها القلب وشكلها كده بتودع في اخر ايامها. ايه؟ انت متأكد يا ولا من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت سمعت الكلام ده بنفسك من الدكتور؟ طب اقول لك ايه؟ ما تطلع لهاش، تعالى لي بسرعة. حاضر هجيلك، مع السلامة. بيقول لي ان البت منال طلع عندها الهاب، عندها مشكلة جامدة في القلب وممكن تموت في اي لحظة. عارفه ده معناه ايه؟ ايه يا اخوي؟ معناه ان وحيد ابننا لازم يتجوز منال في اقرب فرصه وباقصى سرعه، لازم يلحق قبل ما عزرائيل يسبقه وياخدها منه. ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني يابا. استغفر الله العظيم يا رب. يا وحيد يا وحيد يا ابني، انت مش قايل لي انك سمعت الدكتور وهو بيقول ان عندها القلب وممكن تموت في اي لحظه؟ ايوه سمعته. تقوم تقول لي اتجوزها؟ انت ما شفتهاش يابا. يا ابني انا بدور على مصلحتك والله. حد يرمي ابنه الرميه السودا دي؟ والله انا لو لسه بصحتي ولولا امك الست الكمر المحترمه ما ينفعش اجيب لها ضره بعد العمر ده كله، كنت رحت انا اتجوزتها. ايه رايك بقى يا اخي؟ روح اتجوزها، والله العظيم هتنبسط قوي. عايزه تحبك اصرف عليها وما تخليهاش تصرف شيرين، هتحبك جدا. فيها ايه بس يا ابني لما تضحي عشان تجيب قرشين حلوين لابوك وامك؟ وانا صغير لما كنت في ثانويه عامه وجبت مجموع كبير وكان نفسي اخش كليه الهندسه، انت قلت لي ايه؟ لا ما تخش الهندسه، انا عايزك تطلع خيرتي زي اخواتك. حصل؟ حصل. امشي مع ديت وصاحب ديت واتجوز ديت وعين الفلوس ديت. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وعايز تتجوزني دلوقتي ليه يابا؟ طب ما كنت اتجوزت سوزي بتاعت المقطم وكانت كويسه وبنت ناس. افتكرتها اللي عملت تقويم لسنان امك، فاكرها سوزي؟ او ايمان بتاعت مدينه نصر. ايوه اللي كانت بتعمل كيكه بالبرتقال دي، كيكه البرتقال كنت بحبها.
باكلها مع الشاي. ليه بقى عايز تجوزني دلوقتي يابا؟ انت ما تعرفهاش دي جلدك كده. انا مش فاهم انت قافش كده ليه؟ وبعدين عايز تلم هدومك وتمشي تروح فين بس؟ هشتغل على السياح، ابقى خيرتي زي اخواتي. مالكش مكان. وليد اخوك ماسك شرم الشيخ، وسعيد ماسك الغردقه والبحر الاحمر، هتروح فين انت؟ اروح البحر الابيض، اروح الساحل. ساحل مين يا ابو ساحل؟ هاد انت اهبل ولا ايه؟ الساحل ده كله بنات وزويس صغيرين بيدوروا على فارس احلامهم، الواد الفورمال مزين ده الحركات. بص نفسك في المرايه يابا، مش عايز اتجوز، خلينا في الطياري. طب ما هي منال دي طياري، يعني بعد ما تتجوزها كلها يومين ثلاثه بالكتير وتطير، وانت تورث وتجيب قرشين حلوين وتطلع ابوك وامك يحجوا. ماشي يا حاج، ومين قال لك بقى ان منال هترضى تتجوزني؟ بس اهو كده جينا للهاه المفيده، الموضوع ده بالذات تسيبه علي انا. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكلنا على الله. والله يا منال يا بنتي، انا من كتر اللي حكوه عنك وحيد ومامته قلت لازم اجي بنفسي واتعرف عليك. هو وحيد قال لك كل ده؟ هو وحيد من ساعة ما عرفك ما بيتكلمش في اي حاجة خالص غير سيرتك. منال 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 منال، ده واحنا رايحين نصلي. هو احنا بنصلي؟ وبعد ما نرجع من الصلاة طول السكة منال 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 منال. والله ده كان معايا امبارح في دار الايتام. اه، والولاد يا حبايبي مسكوا فيه بابا وحيد. احكينا حكايه قبل النوم، عارفه؟ حكى لهم عنك. اه، للدرجه دي؟ اكتر من الدرجه دي بكتير، ويمكن ده السبب الرئيسي اللي دفعني يا منال يا بنتي اني اجيب هذه الشوكولاته الفاخره واجي بنفسي عشان اطلب ايدك، ايد وحيد ابني. والله يا عمي مش هلاقي نسب احسن منكم، بس انت عارف يعني الجواز مسؤوليه وكده ومصاريف وتكاليف ده من جهه التكاليف ما تحمليش هم خالص، كل حاجه بالاتفاق ولا ايه يا جماعه؟ اه طبعا يا بابا. يعني نتكلم بس في الفرح بالنص، احنا علينا النص وانت عليك النص. ايه ده، ليه كده البسخ ده التكاليف ده؟ الفرح في القلب يا عمي. مش قلت لك بخيلة؟ يا سلام، كبرت في نظري قوي يا منال يا بنتي. فعلا الفرح في القلب. ايه اللي بيحصل يعني بعد الفرح؟ ها؟ العروسة للعريس والجري للمتعيس. خلاص انا هجيب مأذون واثنين شهود وعلبة جاتوه. ليه اثنين شهود يا عمي؟ كفاية شاهد واحد. واحد ازاي؟ لازم اثنين، اصل ده شرع ربنا. الظاهر ان احنا ساعات كده من هي كده بقى، يعني بنحاول نفكها بقى من عشان من حد الحزن. لا اقول لك حاجه، منال دمها عسل اقسم بالله. شربات. والمأذون؟ المأذون عندي والاثنين شهود عندي. طب والجاتوه؟ النص بالنص برد؟ جرى ايه يا ام وحيد يا ام الكرم؟ الجاتوه عليك انت. ايه؟ انت اللي هتشيل الجاتوه. خلاص دي بتسر كرم دي. طب وهنعيش فين؟ هتعيشوا فين؟ هتعيشوا فين يعني؟ في شقة ابني وحيد اللي انا اشتريتها له اللي في العبور. شقة؟ انا عندي شقة طريق مصر اسماعيليه في العاشر من رمضان. ايوه، اصل الشقة بتاعتي بعيد قوي في نص الصحراء وما فيهاش مرافق، من كتر ما هي بعيدة انا مش فاكرها اصلا. على ايه بقى؟ نعيش هنا احسن، ومن هنا بقى نبدأ النص بالنص. يا سلام، شفت النص بالنص جت في الوقت المظبوط. مالك؟ لا لا لا، اوعى تاخدك النزعة والرجولة والبتاع. لا يا وحيد، ده اوعى ترفض. لا لا انا مش هرفض. انت هو في فرق بينك وبين مراتك؟ لا طبعا. تعيشوا هنا خلاص، دي الكلمة النهائية. يلا 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 نفتح بقى الشوكولاته عشان نحلي بقنا بقى. الشوكولاته اللي احنا جايبينها. طيب هقوم اجيب المقص افتح العلب. طب يعني اقوم اجيب المقص ولا نقرا الفاتحه؟ انا رايي نقرا الفاتحه ونعجل بالموضوع، ممكن تروح مننا في اي وقت. صح، الفاتحه. احسن دلوقتي؟ اه بس انت برضه مش انت.
مش في المود كده ومش في الفورمه النهارده. اه وما بتحكيش زي زمان، مالك بس؟ احكي في ايه يا حمولي؟ اللي جوايا ما تحكيش ولا، بس اشتغل انت. اشتغل اهو. اه قابل اللي جاي بقى ده؟ قابل ايه؟ قابل بقى ايه ده؟ راكلس. الله، سيب نفسك. وايوه اللي بتعمله ده؟ استسلم ابو وحيد. هتجاوب على الاستفسار اللي عندي ولا وصلها بالكهرباء؟ انت بتهددني انا؟ انت تحت ايدي، يبقى انا من حق اهدد. الله. طب قول عايز ايه؟ انا عايز استفسر عن حاجه صغيره بس. استفسر بخبرتك كده العريضه والطويله في مجال الخيراتيه، الولا حمول اللي واقف قدامك ده بكره في منه خيرات كبير في المستقبل ولا ما يجيش؟ بص يا حمولي، انت بتشتغل ايه؟ في كوافير حريمي. دي البذره، البذره دي بقى عشان تظهر وترعرع وتكبر لازم تعمل ايه؟ ايه؟ لازم ترويها. اه ترويها بايه؟ ايه بقى؟ بانك تشتغل على نفسك، بانك تشغل دماغك. حلو ده. انك تقول ازاي ابقى خيرتي صح. بص انا كنت طبعت كتاب كده مهم قوي، اشتريه وادرسه وفكر فيه كويس وركز، هتبقى خيرتي 100 100 ان شاء الله. طب اسمه ايه الكتاب ده بس عشان اعرف اجيبه؟ كيف تصبح خيرتي. طب ما فيش نسخه كده عليها اهداء لاخوك بقى حمول الصغير؟ اخويا الصغير حاضر حجبهولك. ماشي، هتبقى خيرتي يا علاء. يا رب يا رب. صرف كام يوم كده هتلاقي نفسك قابلت واحده اسمها ناتاليا هتاخدك معاها على اوكرانيا. الله اكبر. اسمع من بقك ربنا حبيبي والله العظيم ابو وحيد. انا كده خدت اللي انا عايزه. اه بس انا ما خدتش اللي انا عايزه. مش مهم، المهم ان انا اخد اللي انا عايزه. انا اضرب. هقول لي هات لي كرسي، هات لي كرسي بسرعه. ماشي. بطل لكاعه. حاضر. يلا عشان نشوف شغلك بسرعه. حاضر. يلا. اقعد يلا. مالك يا ابو وحيد؟ وحيد ابنك من ساعه ما اتجوز البت اللي اسمها منال دي وبخته مال وحاله وقف وهيوقف حالنا معايا منه لله. ما انت اللي صرت عليه الصوره المهببه دي. حد يجوز ابنه لواحده زي منال دي؟ جلده. ده الواد من ساعه ما عرفها ما صرفتش جنيه. الواد مش عارف يخرج منها مليب حتى. خيبه، خدش خبره ابوه، حنك ابوه، شغل ابوه اللي على حق. بالك عارف البت منال دي لو كانت وقعت في ايدي انا قصبا عظما ما كانتش خدت مني غلوه. بس ايه اقول ايه؟ كنت فين؟ اسمك ايه لما كنا اسمه ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انا بفكر ارجع الملعب، انزل والعب تاني واشتغل. انت البنات هتعجب بيك انت؟ والله عيب عليك انت، ولو كنت انت نسيتي افكرك. والورده مهما دبلت ريحتها فيها والدهن بيفضل في العتاقي. بالك دقيقتها بس اجيب الواد حمولي ده اضرب لي شعري احمر كده والبس قميص اصفر وبنطلون اخضر وهتلاقي النسوان بيتلموا حواليا زي الدبان ونرجع ايام زمان. ولا نسيت ايام زمان؟ يا رايق انت يا رايق. ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ ايه ده كله ده؟ هنخرج ازاي من التدبيسه اللي الواد اتدبسها ديت؟ طب اسمعي بقى، انا عايزك تكلمي ابنك وحيد وتعرفي منه هو وصل لايه بالظبط مع البنت اللي اسمها منال ده، وتيجي تحكي لي بالتفصيل، والباقي عليا. لا يا وحيد، رميت ايه اللي رميت فيها يا حبيبي؟ ما تقول المحروس ابنك ده يخشوشن شويه. حاضر يا حبيبي، حاضر هقول له. وبيقول لك ايه؟ بيقول لي اني لف على بنوك مصر كلها وما قدرش يعرف منال حتى فلوسها فين. يا بنت الناس اللي زي منال دي ما تحطش فلوسها في بنوك دي، ما تخليش فلوسها تبعد عنها، لازم فلوسها تفضل قدام عينيها على طول. تفتكر دي تلاقيها مخبيه الفلوس في شقتها؟ بقول لك ايه، انا عايز واد كده الاشياء اللي شغالين عندنا في الكوافير ياخد المحروس ابنك وحيد ده ويروح اقلبه الشقه بتاعت اللي اسمها منال. طب ومنال؟ كلمه وحيد ابنك قولي له يلخم يا منال دي في اي حاجه بحيث انها تكون موجوده بره الشقه ساعه الاقتحام. حاضر هقول له.
ابو وحيد. يا حمولي. يا مساء الجمال يا منجاح. مساء العسل يا حبيب قلبي. عامل ايه يا عسليه؟ كله تمام. الحاجه جابتني على ملا وش خير. مفيش اللي ما تتسمى مشي. عايزين بقى نقعد ندور على فلوسها نشوفها مخبيها فين. يعني هنقعد ندور دلوقتي؟ ايوه. انت فرحان ليه كده؟ طب انت سلكتها من البيت ازاي؟ قلت لها في عرض في كارفور على الرز ووديتها. ايه؟ لا عن اذنك يابا. خد رايح فين؟ ايه اللي فين؟ الحق انا عرض الرز. عرض الرز ايه؟ بقول لك في رز هنا قد كده. هندور على الفلوس. يعني ممكن نلاقي دهب بقى والمازات وحكايات. اسمع من بقك ربنا. بس على شرط. اشرب. انا اخد 10% باللي هلاقيه. 10% ايه؟ 10% ايه؟ هم 5%. لا 5% وانا عبيط؟ 7. امين. امين يا صاحبي. عسل وحيد. يا رب. 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص يا وحيد قلبيني البيت ده كله عشان ما نلاقيش غير جنيه. مراتك المعفنه مش سايبه في البيت غير جنيه. انا قسما بالله ما مصدق ان في جنيه في البيت. يا عم انا مالي؟ انا تصدق ولا ما تصدقش؟ عشان تعرف الجحيم اللي انا عايش فيه. يا عم انا مالي؟ انا كنت 3 ساعات ونص دول في المحل كان زماني عامل قرشين حلوين. انا جاي لك ب 25 جنيه وحيد وهرجع بزيهم. ده غير اكلي وشربي وسجايري ودماغي. حلوه قوي. هتيجي ب 25 وهترجع بكام؟ ب 25. كده كام؟ 50. واكلك وشربك وكله هيبقى كله كام؟ 60. 60 جنيه. 60 جنيه اولى ولا 59 بعد ما تاخد الجنيه؟ ها انطق. يعني ايه؟ يعني الجنيه ده خير يالا. افرجك ازاي؟ ماشي يا سيدي. ملك ولا كتاوي؟ ملك. على كام؟ على كام ايه؟ انت ما قلتش من الاول. لا اديني بقول لك. واحنا عيال صغيره هتلعب على فلوس يا وحيد؟ حرام يا عم. انجز. حرام. هلعب على 5 جنيه. 5 جنيه؟ انت بتلعب عيال صغير. امال ايه يا جدع عايز ايه؟ مش قد اللعبه. ما تلعبش. ليه يا عم؟ مش هفرجك الجنيه بيجيب ايه؟ 200 جنيه يا وحيد. 200 جنيه؟ اه. ملك ولا كتابه؟ ملك يلا. زنبلك. كتاب. 200 جنيه حقي. تلعب تاني؟ العب تاني. العب تاني. ملك ولا كتابه؟ كتابه. قلابه. ملك. هات هات. انت ما قلتش يبقى تجيب كله. لا انت ما قلتش. لا خد امسك. العب تاني. والعب على كل دول. هتلعب على كل دول؟ ده انا هبيعك هدومك يا وحيد. ماشي. ملك ولا كتابه؟ ملك. زنبلك. يبقى كل دي ايه؟ دي فلوسي. شفت بقى الجنيه عمل ايه؟ استنى. ايه ده؟ انا هلعب على الخاتم ده. ايه الخاتم ده؟ انت تاجر فاكهه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ مش عاجبك ده؟ ده بكام ده؟ ده معدي ال 30 جنيه اللي قدامك ده. معدي 30 جنيه؟ اه. العب عليه. انا هلعبك على الخاتم ده. ملك. كتابه. شكرا 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 يا حمولي يا جميله. طعم. ما دخلش في صباعي على فكره. ممكن ادوس في صباعي ده؟ طب وحيد. ايه؟ انا عايز فلوس اروح. لا مفيش مروح بقى عشان تقعد تتريق على الجنيه اللي معايا. يا عم انا ما كنتش قصدي حاجه. انا بس كنت بس زعل. انا كنت متضايق عشانك. انا متضايق ان صاحبي اتجوز الجوازه. خلاص خلاص انت هتهري. خد ده يا ابن اللعيبه. انا عرفت انا هبدا منين. شكرا يا صاحبي. مع السلامة يا صاحبي. معايا جنيه. معايا جنيه. والله العظيم ما مصدق. عارف يا ابو وحيد، الحل في ان احنا نخلص من الغمة اللي اسمها منال دي كان قدامنا طول الوقت، بس احنا ما كناش واخدين بالنا منه. فين ده يا اخويا؟ في الافلام. مش فاهم. انت مش دايما تشوفي في الافلام العربي الممثل لما بيجي له خبر ان اسهمه وقعت في البورصه ولا المصانع اتحرقت ولا 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 صدمة يعني، وتلاقيه راح اقدر عامل اي قلبي يروح واقع الناحيه التانيه ويموت. احنا لازم ننخور ونعرف ايه اللي ممكن يزعل اللي اسمها منال دي ويضايقها قوي، ونخلي وحيد يعمله تقوم هي جايه لها نقطه وتموت وهو يبرز واحنا بس مش يمكن الكلام ده في الافلام وبس،
وما يحوقش فيها. لا وفي الحقيقه كمان تنسي عمتك انصاف مش كان عندها القلب بعد لما زعلت قوي ماتت؟ بس دي كانت بتكره كل الناس عشان كده كانوا بيضايقوها. طيب بلاش دي، فاكره جوز خالتي شرنوبي؟ ايوه بس ده كان زملكاوي. ايوه صح، وجات له نقطه في ماتش فعلا. يا ريت البنت منال دي كانت زملكاويه وكان جات لها نقطه في الماتش اللي فات دي وخلصنا منها. الله مفيش حظ بقى. يلا رزقه بقى، هنعمل ايه؟ بقول لك يا محيط، احنا عايزين نرسل واد ابننا كده ان يخلي منال بقى دي تبذل الجهد الجهيد، يعني يمشيها ويوديها ويجيبها ما يعادهاش خالص، لو تنزل سلالم وتطلع سلالم يمكن وهي طالعه روحها تطلع ونبقى خلصنا. حاضر هقول له. الله الموفق والمستعان. انت متاكد ان خليتها تنط الحبل؟ لعبتها سكواش؟ عملت 200 ضغط؟ انت متجوز الشحات؟ مبروك يا ابني. قلب ايه يا ابني؟ ده قلبها زي الحديد. حمولي حمولي تعالى تعالى شوفي ايه. انا هخلي الواد ايلي يقرر صاحبتها ويعرف الحاجات اللي ما بتحبهاش، فانت تعرف الحاجات دي وتعملها ثم هي تتنقط، وبعد ما تتنقط يجي لها نقطه تموت، وبعد ما تموت انت تورثها. مع السلامه يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. الله عليك يا حنينه يا طيبه يا ام قلب ابيض انت. ربنا يقدرنا على فعل الخير. بقول لك ايه ايلي، انا عايزاك بقى تقرر صاحبتها وتقول لها ايه انها كسبت 4 علب رموش، ولما تيجي بقى تقررها من غير ما تحسسها باي حاجه. ماشي؟ لا مؤاخذه يا خالتي ام وحيد، انا مش هشارك معاكم في الجريمه دي تاني. نسيت روحك ولا ايه يا حبيبي؟ هو النصب دلوقتي بقى جريمه؟ لا انا ما بتكلمش عن النصب خالص، انت عارفه ان انا ما عنديش مبدا اساسا، انا بتكلم على البنت الغلبانه اللي انا عمال اقرطف في الطروف بتاعتها لما هتصلعي مني، وانت عارفه ان انا حالف قسم التوك، وانت عارفه ده كويس. بلاش مش عايزينك. ماشي يا ايليه، حمولي هو اللي هيعمل كل حاجه. انا قدها يا معلمه. انا عارفه يا حمولي، انا عايزاك بقى تقرر صاحبتها بس من غير ما تحسسها انك انت بتقررها. ماشي؟ من العين دي قبل العين دي. عينيا. انسه نهال، كان في واحده صاحبتي كده اسمها منال مضايقاني، هي البنت دي اللي بتضايقها؟ بص، احنا مره كنا بنتفرج على مسلسل تحت السيطره. تحت السيطره يعني مش كفر دلهاب او كفر دحلاب. كملي. لا هي قالت لي ساعتها ان هي بتكره المخدرات جدا وبتكره اللي بيتعاطوا المخدرات. بتكره المخدرات واللي بيتعاطوها. حلو ده. انا ما اعرفش برضه تجار المخدرات دول ازاي بيقبلوا على نفسهم اللقمه الحرام دي. استاذه نهال انا متشكر جدا لذوقك، شرفت العداله. اتفضلي. لا ثانيه واحده، فين الهديه بتاعتي؟ هديه ايه؟ الهديه اللي انت كلمتني عشان اجي اخدها النهارده. انا كلمتك قلت لك انك ليك هديه؟ لا ما تهزرش. ايوه كلمتني، فين هديتي؟ انت مصره يعني تاخديها؟ اه مصره. طب استاذنك بس تخلي معاكي لحظه واحده، حلفها لك لفه ايه؟ لفه جاتوه يا بتوع البلاتوه يا ام وحيد. يا ام وحيد، ام وحيد بقى البت منال دي طلعت بتكره المخدرات كره العمى، واحنا عشان نعرف نضايقها واحد لازم يضرب مخدرات، ولو ما بيضربش مخدرات انا ليا واد حبيبي قوي ديلر في امبابة ممكن نخلص معاه الحكايه دي. مخدرات؟ انت اتجننت. ما هو احنا عشان نضايقها يا ام وحيد واحد لازم يضرب السيجارتين. يضرب السيجارتين؟ ده حين العقل، لفينا حاجه يا ابني. الو لو سمحت بقى تاكل اكلك وما تاكليش حاجه من الاكل بتاعي. انا اصلا نفسي مسدود. ايه ده؟ انت بتشرب حشيش؟ اه مخدرات. انت بتستعبط صح؟ انت عارف ان الحشيش ده غالي، اضرب كله ارخص. هو ده اللي فارق معاك انه ارخص؟ بص خد دي، اشرب نصها دلوقتي وبكره النص التاني، ودول انت لففهم هيبقى سعرهم اغلى وهبيعهم واجيب فلوسهم. يا يا رب. انسه نهال، انا
عايزك تهدي كده وتبقي رايقة خالص. أنا محتاج معلومة عن منال في الحاجة اللي بتضايقها. مش عارفة، أصل هي مش بتخرج معانا كتير. يا أنسة نهال اهدي خالص يا أنسة نهال، اهدي ريلاكس. انتي كده أحسن دلوقتي؟ ها، ايه اللي ممكن يضايق منال تاني؟ منال مش بتخرج معانا كتير عشان هي بخيلة. دي لو صرفت جنيه تتجلط. حلو قوي ده، ميرسي قوي يا أنسة نهال، شكرا. اتفضلي. لا بس انا عارف احنا كلمناكي وقلنا لك ان انت ليكي ساعة هتاخديها هدية. الساعة دي شوية وهتعدي وهتقضيها معانا هنا. اهلا بيك يا أنسة نهال. يا ام وحيد، يا ام وحيد، بقى اسمعي بقى، الولاية اللي اسمها منال دي بخيلة قوي وجلدة قوي، يعني احنا لو عرفنا نعورها في مبلغ يبقى ضايقناها بالظبط كده. فكرة حلوة. منال، منال أنا جعان قوي. طيب ما تطبخ. لا لا لا، أنا زهقت من الطبخ، أنا عايز أجيب دليفري. طب ما تيجي نعمل هنا فول وطعمية. لا لا لا، أنا زهقت من الفول والطعمية وزهقت من العيشة هنا. طيب نعمل كشري. لا كشري مش عايز كشري، أنا عايز أكل سي فود. إيه؟ سي إيه؟ سي فود. معلش بقى، أنا سي فود. ألو؟ أسماك بيض الأخطبوط؟ لو سمحت عايز أعمل أوردر. على نفس العمل اللي عندك. عايز كيلو جمبري مشوي. ليه كيلو جمبري؟ هو تن وكيلو مقلي. يا انا مش هاكل معاك، انا هاكل انت لوحدك، انا مش هاكل معاك. وعايز شوربه سي فود. كتير كده كتير. عايز نص بربوني. ايه القرف ده؟ بقولك بربوني مش بربوري. ايوه لا مش حضرتك، انا بكلم. مفيش. رز بقى وسلطه وغيص نفسك. حرام عليك، ربنا هيحاسبك على اللي انت بتعمله ده. ربنا هيحاسبك على كل حاجه بتعملها. وهات لي نص سهليه. ايه كل ده؟ ربنا هيحاسبك على التبذير ده كله اللي انت بتعمله. حرام عليك. بس بقى مش حضرتك، بكلم مراتي. ماشي، وهات لي بقى الرز بالجمبري وسلطات وبتنجان مع السلطات. بكام بقى؟ قول لي الحساب. 925 بس. انا هكمل لسه ما خلصتش الاوردر على فكره. ايه التبذير ده؟ ايه ده؟ احنا هنا ناكل فول وطعميه. في الفريزر عندي العجينه. خلاص الاوردر جاي في الطريق، قدامه ساعتين ويبقى هنا. افترى ربنا هيحاسبك. اقعد ارجع كده لغايه ما تخش جوه الظرف. لا يا رب تموتي مقهوره. اوعي يا منال ما تسيبي الشنطه. لا يا وحيد. بقول لك سيبيها. سيبي الفلوس. سيبي الشنطه بقول لك. يعني مش هفتح الباب؟ الراجل واقف عايز احاسب. لا ده 965 جنيه. ايه اللي 965؟ وسعي بقول لك. لا يا وحيد. السمك جه خلاص. فلوس؟ لا يا وحيد. بقول لك اوعي يا منال. انا قلت حاجه تفضل كده. شكرا كده قوي. كام يا فندم؟ 965 جنيه. اتفضل يا فندم. قلبك وجعك؟ 1000 جنيه يا فندم. خلي الباقي علشان. يا استنى. خد دول كمان بيبسي. لا كتير قوي كده يا باشا. لا ولا كتير ولا حاجه. اتفضل. اتفضل. متشكر قوي. لا ايه؟ لا تعبتي؟ هي دي اللحظه اللي مستنيها من زمان. انك تموتي وورثك يا منال يا بخيله. اما اكلم امي عشان افرحها. لا اكلمها ايه؟ خد لها سيلفي. انت بتعمل ايه هنا؟ ها؟ انت بتعمل ايه هنا؟ أنا جاي أغير القلب. قلبي إيه؟ قلبي إيه اللي جاي تغيره؟ هيتغير القلب هنا؟ أيوه. أنا الدكتور عبدو السباك. ده اسمك الثلاثي؟ لا ده مهنة مش لقب. مهنة؟ أيوه. مش بتقول جاي تغير القلب؟ أيوه قلب الحنفية. الحنفية لسه بتنقط يا وحيد. ده أنت اللي هتنقطيني. أنت لسه فيك الرعب. يعني أنت مش دكتور وأنا لما. منال أنت طالب. وحيد. يا وحيد. السمك. لا هحرق دمك. فلوس. هاخد السمك عشان اقتلك في الحياه. فلوس. السمك ب1000 جنيه. آه.
بعدين يا هانم الباشا مشي، مين اللي هيحاسبني؟